أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء، صحف طوركم، أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج في العمق، أقدمها لكم من قناة المغاربية في لندن. أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء. إذا نناقش في هذه الحلقة الجدل الذي صاحب غياب النقاش السياسي في الجزائر والنقاش العام بصفة عامة حول قرار يعني مهم جدا اتخذته الرئاسة الجزائرية بتغيير موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر القادم وتحويلها تسبيقها إلى شهر سبتمبر. إذن انتخابات مسبقة في الجزائر، قرار مفاجئ للكثير من المراقبين، لكن لا نقاش سياسي ولا نقاش عام حول هذا الموضوع. لماذا هذا الغياب؟ يرى مراقبون أن الغلق السياسي الممنهج من طرف السلطة في عهد الرئيس تبون وتعمدها تغييب الرأي الآخر في كل من المشهد السياسي والإعلامي وأيضا الحقوقي والنقبي قد دفع نخبا سياسية كثيرة معروفة إلى الانعزال المؤقت أو الانسحاب نهائيا من المشهد. وقد حدث فعلا أن قرر العديد من السياسيين والناشطين والإعلاميين الابتعاد عن ساحة النشاط العلني في ظل غياب المناخ الطبيعي والنظيف للعمل والمنافسة والتعبير الحر عن الرأي دون الخوف من التبعات الأمنية والقضائية لذلك النشاط. إذن غلق إعلامي هو تفسير أحد تفسيرات لهذا الغياب، غياب النقاش الجاد حول قضية مهمة. لكن نفس المراقبين أيضا يقولون بأن الكثير من السياسيين والكثير من النشطاء ما زالوا ينشطون خارج إطار منظومة الحكم وما زالوا يقاومون إرادة الغلق السياسي والإعلامي والحقوقي والنقابي، وأن النضال بالنسبة لهؤلاء ما زال مستمرا. بعد الإعلان عن تاريخ الرئاسيات في 7 سبتمبر المقبل وإقرار السلطات بأن التغيير كان لدواء تقنية محضة، أحزاب سياسية عدة محسوبة على الموالاة تبارك الخطوة في الطريق السليم لمواصلة بناء الجزائر الجديدة. وبذلك تبدو هذه الأحزاب في موقف المتلقي الذي لا حق له في النقاش أو تنوير الرأي العام بشأن هذه الرئاسيات. تساؤلات بالجملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن غياب مجتمع مدني راق يقوم بمهام التنوير والتحسيس والتوعية. في مقابل ذلك هناك اتهامات واسعة لسلطة الأمر الواقع بتعمدها التصحير المشهد السياسي ومصادرة الرأي الآخر. عن أي رئاسيات يتحدثون في غياب تهدئة للمجال الحقوقي ورفض لفتح الفضاء السياسي والإعلامي للجميع، ناهيك عن الحوار النزيه والمسؤول بشأن مستقبل البلاد، يقول أحد المعارضين. إذن يصحبني في هذه الحلقة لنقاش هذه الأسئلة المطروحة حول غياب النقاش العام النقاش السياسي في الجزائر حول قضايا مهمة طرحت خلال العهدة، عهدة عبد المجيد تبون، وأيضا بعد الإعلان عن انتخابات مسبقة في الجزائر. أقول شاركني في نقاش في حلقة اليوم الأستاذ كريم طابو الناشط السياسي معي عبر خدمة الهاتف من الجزائر، وأيضا الأستاذ عبد الله هبول المحامي والقاضي السابق أيضا معي عبر الهاتف من الجزائر. أرحب بكما ضيفي الكريمين، صحة فطوركما وصحة فطور كل المشاهدين. أبدأ معك الأستاذ كريم طابو، لماذا غاب النقاش السياسي في الفضاءات المفترضة
يعني تلفزيونات وأيضا عبر الصحف والجرائد وأيضا عبر لقاءات عامة للوجوه السياسية وأيضا وجوه المجتمع المدني والنخبة حول قضية الانتخابات المسبقة التي قررتها السلطة. اهلا وسهلا، مساء الخير، صحاب طورك وصحاب طور الجزائريين في الجزائر والمقيمين في الخارج. فيما يخص قضية النقاش وقضية تسبيق بين قوسين انتخابات، انا يبقى وجهة نظري الشخصية النظام اراد ان يسبق العودة الثانية، يعني في حقيقة الامر وكل المؤشرات تدل ان هذه الانتخابات يريدها النظام كإجراء إداري فقط. لو كانت مادة دستورية تسمح للرئيس إعفاء الجزائريين من الانتخابات لما أعفى الجميع من الانتخابات. إذن القضية لا تطرح في منطق انتخابات كمنافسة سياسية وكنقاش وكجدال وكمستقبل، بل هي انتخابات للنظام ينظمها النظام من أجل النظام، ولا تعني الجزائريين ولا تعني العمل السياسي. هذه هي حقيقة المرة التي نعيشها في الجزائر. عندما أسمع بين قوسين أحزاب سياسية معارضة أو موالاة تثمن، نحن نعرف بأن هذه الأحزاب وكانت تثمن العهدة الأولى والثانية والثالثة والرابعة لبوتفليقة ثم الخامسة والسادسة والسابعة، يعني هي نفس المنطق حتى ولو تغيرت العناوين وتغيرت الأشخاص، إلا أن تبقى هذه الأحزاب هي علب فارغة. هناك حقيقتين، الأولى هي حقيقة أدلى بها الشعب الجزائري، والثانية هي حقيقة يدلي بها النظام قوميا. نعم، حقيقة الشعب الجزائري هو أنه في الحراك اختزل المعادلة السياسية في شيئين: هناك إرادة شعب في التغيير، في قيام دولة القانون، في ذهاب إلى بناء دولة على أسس صحيحة، وهذا يعني هذه الإرادة تعارضها قوى داخل النظام، النظام بكل مؤسساته الذي جعل بالعدالة وبالأمن وبالإدارة أدوات قمع الشعب الجزائري، وهذا يعني تبين بعد الحراك. أول مرة الشعب الجزائري خرج بصوت واحد على كل الجبهات وعلى كل مستويات بصدق وبسلمية تامة في وحدة وطنية، إلى أن النظام لم يريد أن تكون هذه النهضة. هل, 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 هل هذه الآلة القمعية هي التي تفسر غياب الكثير من الوجوه على النقاش في الساحة السياسية تحت شعار أنه لن نستطيع أن نواجه هذه الطغمة وهذه الآلة القمعية؟ ثم الشيء الثاني، وأريد أن يعني أكمل طبعا طبعا، يعني هي في نفس السياق في نفس المفهوم. الشيء الثاني هو تبيان أن إرادة النظام هو العودة إلى ما قبل 88. يعني هناك مسعى وعمل يقام يوميا عبر الإعلام، عبر كل مؤسسات الدولة، إلى إرجاع الجزائر إلى منطق الحزب الواحد، كأنك في بلاد أين توجد أحزاب كثيرة ولكن هي حزب واحدة. هناك مؤسسات إعلامية متنوعة ولكن في حقيقة الأمر المدير هو واحد. وهناك مجتمع مدني بين قوسين ولكن هو مسير من طرف وزارة الداخلية. إذن كل هذه الواجهة استطاع الحراك أن يبين بأن سلسلة الأكاذيب وكل ما قامت به السلطة من بناء بين قوسين مؤسسات مزيف، اتضح في 2019 أنه هو بمجرد يعني ديكور سياسي. وحقيقة الأمر هو أن في الجزائر والرئيس الجمهورية كباقي المحطات السابقة في الانتخابات الرئاسية، هناك ناخبين كبار هم الذين يقررون من هو يكون الرئيس. وأظن
بأن المؤشرات الحالية تؤكد لنا والدليل أن ذلك الاجتماع الذي أقيم لاتخاذ هذا القرار بتأجيل أو بتقديم الانتخابات إلى 7 سبتمبر، لو دققنا في الحضور لهذه الاجتماع لما وجدنا بأن لا يوجد في المؤسسات الدستورية يعني مؤسسة تجمع هذا الحضور ولها يعني الصلاحية الدستورية لاتخاذ هذا القرار. أكيد أن النظام يعني لا يحترم القانون لأنه يعلم بأن إرادته أقوى من إرادات الأخرى. جميل. بما فيها إرادته. إذا قضية ممارسة السياسة، قضية نعم. ممارسة السياسة حتى أكمل يعني هذه الفكرة بعجالة. نعم. طيب. قضية ممارسة السياسة لا يمكن أن يكون في أي بلاد في العالم إمكانية ممارسة السياسة بدون ممارسة الحريات، لأن السياسة والفضاء السياسي هو فضاء يهم الجامعي الخبير المناضل المثقف المواطن البطال كل الحزب الإعلام كل هذه المؤسسات في حقيقة الأمر هي التي تؤسس للعمل السياسي للجدال الاجتماعي طيب سنكمل هذه المحاور. أريد أن نعطي فرصة لضيفي الأستاذ عبد الله هبور، وما دمت تحدثت عن ارتباط الممارسة السياسية بالحريات الأساسية، يعني نحن واعون بهذه النقطة، ولذلك ارتأينا أن يكون معنا محامي، ومحامي ناشط أيضا وناشط سياسي أيضا وحقوقي الأستاذ عبد الله هبول قاضي سابق أيضا. ارتباط معنى الحريات الأساسية بالممارسة السياسية بالحق في النشاط، بالحق في حرية التعبير إبداء الرأي والرأي الآخر، كمدخل فقط للنقاش، أثير فعلا أو أثيرت قضية غياب وموت سريري للحياة السياسية، غياب نقاش جدي عند الطبقة السياسية وعند النخبة حول قضية مهمة وما أهم من الرئاسيات في أي دولة في العالم. ما هو تفسيرك، على الأقل تفسير كمدخل للنقاش؟ مساء الخير سليم، تشكرك وتحية لمشاهدي قناة المغاربية. أولا غياب ردود الأفعال ولا سيما من طرف الأحزاب السياسية، لمن المفروض أنه في نظام ديمقراطي تكون هي المعنية بالدرجة الأولى بالعملية الانتخابية، لأنه الحزب السياسي من حيث مفهومه ومحتواه في النظام الدستوري الجزائري يصف بأنه تجمع للمواطنين يحملون أفكار مشتركة ومشروع سياسي ويعملون بوسائل ديمقراطية للوصول إلى السلطة. هذا المفهوم مهم جدا. من المفروض أنه كان ردود الأفعال الأولى أن تأتي من الطبقة الحزبية بالدرجة الأولى، لأنها هي التي تحمل القطر المهيكلة والمنظمة. الغياب أنت ردود الأفعال على ماذا يدل؟ يدل على أنه هذه الطبقة الحزبية هي طبقة تابعة، طبقة تنتظر في السلطة، طبقة اللي ما عندهاش تصورات مسبقة وما عندهاش العلم بما يجري في دواليب السلطة. لأنه لماذا قرار بمثل هذه الأهمية والخطورة هو تقليص العودة الرئاسية وإعادة وتسريع إجراء انتخابات رئاسية مسبقة؟ من المفروض في نظام ديمقراطي ما تنفرجش السلطة باتخاذه. الغياب تاع ردود الأفعال سواء من طرف أحزاب الموالاة اللي راهي بين قوسين منظمة ممثلة في البرلمان أو من طرف الحزيبات الأخرى يبين بأننا عندنا طبقة حزبية مزيفة، طبقة حزبية غير حقيقية، طبقة حزبية في خدمة السلطة وفي خدمة النظام القائم. هنا هل الخطأ يرجع
لهؤلاء السياسيين او هؤلاء الاشخاص المتعذبين اللي موجودين في هذا الهياكل بين التجني انهم نحملهم المسؤوليه هم في حد ذاتهم، ولكن المسؤوليه بالدرجه الاولى تحملها السلطه ويتحملها النظام، بدليل انه في الجزائر الجديده منذ انتخاب تبون في ديسمبر في حدود علمي لم يتم اعتماد اي حزب سياسي جديد، والمثال واضح امامك حزب السيد كريم طبوني حد الان لم يتحصل الاعتماد. اذا النظام يريد ان تكون الطبقه الحزبيه او السياسيه متحكم فيها وهو احدى الادوات اللي يمارس بها الحكم، لما يعطيها اشاره التحرك تتحرك، ولما يعطي لها اشاره المسانده والتأييد ايضا تفعل ذلك. نعم. بدليل انه فيه مراقبه وتحكم للمسؤولين والاشخاص اللي يتحكموا بها الاحزاب. نعم. اذا طيب نستمع الى بعض التصريحات فيها البعض ما هو مسموح به في الشكل وفي المضمون، من مسموح به ما يسمى النقاش العام في الجزائر، ما يسمح أن يبث في إذاعة جزائرية مثلا إذاعة عمومية، أو ما يسمح به أن يصور من طرف الإعلام الجزائري. نتابع هذه التصريحات ونواصل النقاش. كان على انتخابات رئاسية مسبقة قرار بالنسبة إلى الطبقة السياسية قرار مهم ينبغي التعامل معه وفق الآليات التنظيمية التي تسير إدارة المواقف في داخل الأحزاب. أول الذي اتخذه الرئيس في عائلة التجمع الوطني الديمقراطي لقى الترحيب بهذا القرار. لماذا؟ لأنه هو رد قوي وصريح لكل الأبواق التي كانت بالأمس تتعالى من وراء البحار وتشكك وتسمم الجو وتعفن الجو وتشكك انتخابي دستوري. هي تقريبا كانت نهاية العهدة للرئيس تبون، تلت شهور في خمس سنين ما زيد ما تنقص في الحقيقة، ونسأل لماذا يعني قدمنا بتكون صراحة. نظن أنه رئيس الجمهورية متجه نحو عهدة تانية وراه يحضر الأمور باش تكون عنده كل الحظوظ باش أعتقد بأن رئاسيات هذه السنة ستكون حاسمة في تجسيد التطلعات الوطنية نحو مستقبل أفضل وآمن ومزدهر، وهي مناسبة أوجه فيها رسالة واضحة لأولئك الذين صدعوا رؤوسنا بالشرعية ومفردات الديمقراطية وبادعائهم تمثيل الشعب وبأنهم هم الحركيون لوحدهم وغيرهم عصابة. كانت منتظرة. أها. بالنسبة القرار منتظر. نعم. جيد. يعني كان منتظر في هذه الأيام بالنسبة لي، أنه إحنا على بالنا باللي رايحين على انتخابات في شهر ديسمبر، انتخابات مهمة جدا بالنسبة للأمة. كان نتكلم أنه حتى أعدائنا يتكلموا على هذه الانتخابات ويستعملوها كورقة. نعم. ربما حتى يأثروا على الشعب من خلالها. مش مسألة يعني بسيطة ولا ثانوية، هي هامة جدا بالنظر للرهان اللي هو مطروح، أنه يجب أن تجري هذه الانتخابات في الآجال نتاعها القانونية. رئيس الجمهورية بيه الحدث مارس صلاحياته الدستورية من خلال مادة 91 فقرة 11، يمكن بمعنى السلطة التقديرية للرئيس أنه يقوم بانتخابات رئاسية مسبقة، وهذا أمر طبيعي له معطيات وأمر تقني، لأنه الانتخابات فيما السابق كانت في أجالها كان لأسباب تقنية أكثر منها سياسية. يا جماعة نثمن والله ما فهمتش ثمن على واش، كان موقف سياسي هذا؟ هذا إجراء دستوري، هذه صلاحيات ينادي ينص عليها القانون صراحة، وأنا اشتي هذا بوجود نص. دوك الثمن مثمن، أنا لا أتدخل في الشأن داخل الأحزاب، ولكن أطلب من زملائي وزميلاتي الأحزاب السياسية أن نراقي الممارسة السياسية. دونك أنا السؤال بقى مطروح، بيانات ما فهمتش بيانات على واش؟ أمر دستوري قام به الرئيس. أستاذ كريم طابو، يعني هذه عينة بما يسمح به أو بنوع النقاش والكلام المسموح به
في الجزائر الجديدة عبر سواء التغطية الإعلامية أو الاستضافة في التلفزيونات. أريد أن أسألك عن هو نفس النظام، يعني نفس النظام السياسي اللي كان في التسعينات، يعني وهو نفس النظام السياسي في هو نفسه نفس نظام مستمر، تتغير فقط الوجوه السياسية والعسكرية لكن نفس المنظومة. السؤال الذي يطرحه الكثير من المراقبين يعني أنه في التسعينات وفي وعهد بوتفليقة كان هناك حد أدنى من المقاومة يسميها السياسية، يعني هناك حد أدنى من النشاط السياسي، وحتى أثناء الحرب الأهلية يعني كانت الصحف تكتب، كانت الأحزاب تنشط في أطر معينة، لكن كان هناك حركية. ما تفسيرك لاستمرار نفس النظام وانعدام هذه الحركية في عهد تبون؟ يعني ما الذي تغير حتى نفهم المواطن؟ سمعنا عينة من ما يسمى بما أسميه أنا بالطيور المهاجرة تأتي إلا في المناسبات الانتخابية. هذه الأحزاب وهذه الناس التي تدعي أنها شخصيات وطنية، وأنت شخص وطني وسياسي، بماذا يقاس الرجل السياسي، وبماذا يقاس الحزب السياسي، وبماذا يقاس يعني قوة أي إنسان؟ في بعض الأحيان يقاس بالمؤهل العلمي، ونحن نحترم كل الناس ذات المؤهلات العلمية. أما عندما يأتي إنسان ويقول لك أننا تصدعنا من الناس التي تقول أنها حركية والباقي عصابة، ما يقوله هو حقيقي ينطبق على القائل لهذه المقولة، لأن في حقيقة الأمر هناك شيئا حصل في الجزائر، والنظام يريد أن يلغي جزء من تاريخ هذا الوطن وهذا الشعب، وهو 2019 إلى يومنا قرر الشعب الجزائري أن العملية السياسية المفبركة المزيفة انتهت بانتهاء النظام. حتى النظام لم يستطع اليوم، وهذا ما يفسر شيئا في عملية تسبيق الانتخابات، لأن النظام لا يستطيع حاليا أنه يجدد الأشخاص أو يجدد الأفكار، فهو يستهلك ما بقي له من الطاقة. عندما نرى في أي دولة في العالم، أعطيني يا سي سليم وأنت مختص في الإعلام والعلوم السياسية، أعطيني مثال عن دولة أقامت عملا سياسيا، حدثا سياسيا مهم بمستوى انتخابات سياسية في العطلة، لا يوجد في العالم. لماذا العلوم السياسية والخبراء السياسيين والمناضلين السياسيين يسمون شهر سبتمبر الدخول السياسي، الدخول الاجتماعي، دخول جامعي، دخول الإداري، دخول القضائي، ونحن ستقام انتخابات قبل الدخول، يعني في أطر خارج المعمول به عالميا. ثانيا، قضية الأحزاب وقضية وجود الأحزاب، لو يعني دققنا شيئا في التجربة الانتخابية الجزائرية، أحاول أن أختزل هذه التجربة في ثلاثة فصول، في ثلاثة يعني مراحل. المرحلة الأولى هي انتخابات 91، كأن النظام تفاجأ بقدرة الشعب الجزائري أنه يأخذ قرار بيده وينهي حكم حزب الواحد، ورأينا ردة فعل النظام وهو العمل، حتى يعني قام بتكسير والتصحير ويعني حرق كل ما كان موجود في الساحة السياسية. وذلك الوقت الجزائر كانت لها رجال من يعني من طراز يعني كبير، من حسين أيت أحمد، أحمد طلب الإبراهيمي، عباس مداني، وآخرون، إلا أن النظام استعمل العنف كوسيلة ليعني إجهاض العملية السياسية. ثم النظام نظم انتخابات في 97، وأراد أن تكون الانتخابات محطة لتبيان عضلته، وأقيمت الانتخابات بالسلاح. نحن نتذكر انتخابات 97 عندما يعني قامت الإدارة بتصوير مباح على كل مستويات أمام مرأة ومسمع الجميع لصالح النظام ولصالح زبائنه. ثم أتت الانتخابات التي ألغاها الشعب الجزائري
بحضوره في كل الميادين، وعندما قال بركات بركات على التسجيل، بركات على هذا اسمحوا لي العباره، على التمسخير السياسي، على المسخره السياسيه. واليوم يريد النظام ان يجمع ما بقي له من النفس ويحاول اعطاء يعني الانطباع انه ينظم الانتخابات. في حقيقه الامر عندما يتعطل البلاد لمده 5 سنوات كان من المفروض انه تقام يعني يقام تقييم بدون مسخره في الاوضاع، الا ان للاسف الشديد ونحن ما يعطي الحجه لمواصله النظام هو ان النظام لا يريد ان يكون للشعب الجزائري صوت في هذه الانتخابات، يريد ان يجعل بالانتخابات انتخابات اجراء اداري. واقام النظام بشيئين مهمين. الشيء الاول بعد انسحاب المرشحين في 99 قرر النظام منذ ذلك التاريخ وباتخاذ بعض الاجراءات السياسيه القانونيه ان يجعل بالانتخابات بالرجل الذي يعين من طرف النظام او الارانب الذين يشاركونه في المهزله لا ينسحب حتى ولو اقامت القيامه. هذا هو المنطق. ثم مر النظام الى المرحله الثانيه، هو انه جعل بالمرشحين وسيله اعطاء الانطباع ان السياسه موجوده في الجزائر. واليوم اظن ان النظام ذهب أبعد من ذلك وأراد أن يجعل بحضور المترشحين وبعدم حضور المترشحين هو شيء عادي له. حتى أسمع اليوم أن هناك أشخاص يتحججون بإجراءات دستورية إلى آخره، البعض يقول بأن هذه الانتخابات مرتبطة بما يقال في الخارج من الأعداء إلى آخره. كل هذه الأكاذيب هي في حقيقة الأمر مفبركة مروجة من طرف الإعلام وهذا الطيور المهاجرة لصالح النظام، الذي يعني يعلم جيدا أنه لو أقامت انتخابات يعني بنسبة 50% ديمقراطية شفافة لا يبقى النظام في هذا النظام في الحكم. طيب سأعود إليك لقراءة هذه الخريطة السياسية ومن يمثلها وأيضا دور النخبة. تحدثت كثيرا عن النظام وخطط النظام، والتي هي مفهومة غير مبررة لكن مفهومة عند كثير من المراقبين أن هذا نظام يجب أن يستعمل هذه الوسائل لكي يبقى في السلطة، لكن يبقى أنه هناك دور للشعب وهناك دور للنخبة التي من المفروض أنها تمثله. سنعود إلى هذه النقطة، لكن أعود إلى مقارنات فقط، يعني أبقى في هذه المقارنة. أستاذ عبد الله بول، هذه المقارنة يعني كل عشنا فترة التسعينات وفترة بوتفليقة والآن فترة تبون، وهو نفس النظام، يعني تتغير الأساليب حتى نفهم فقط يعني ما الذي يحدث الآن. ما الذي كان موجود في التسعينات أو في فترة بوتفليقة واللي أعطى الانطباع أن هناك حريات، حد أدنى من الحريات، هناك نقاش، هناك مقالات تكتب، هناك أحزاب تنشط، وهناك قمع، وهناك حد أدنى من المقاومة، أصبح غير موجود الآن خلال فترة الجزائر الجديدة. هل تغير شيء عند النظام أم تغير شيء عند النخبة؟ يا جمال يا سليم، هل التغيير؟ أعتقد أنه النظام كان فيه حدود ما كانتش مرسومة، ما كانتش يتخطاها فيما يخص المعارضة أو النخبة أو حتى وسائل الإعلام، لأنه فعلا كان فيه هامش الحرية سواء أثناء أزمة التسعينات وحتى في عهد بوتفليقة. كانت الصحافة تكتب، المعارضين ينتقدون، النخبة تتحدث، وفيه هذه حقيقة واقعية ما نقدروش ننكروها على الإطلاق. ولكن في عهد الجزائر الجديدة في خلق على جميع المستويات الغلط. ما هذا هذه ما يسمى اللي ماذائية يعني حول الموضوع.
هل في فترة التسعينات وفترة بوتفليقة كان النظام يحس روحه أنه أكثر أريحية، يعني أكثر ثقة بالنفس، يمتلك خطوط يعني خيوط لعبة النظام، وبالتالي يقدر يعطي أريحية للمجتمع؟ هل هذا هو التفسير يعني؟ في تقديري سليم، هذا هو التفسير، لأنه النظام آنذاك عنده ثقة في نفسه. نشاهد لو كان نرجع للعهد أو فترة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إذا كان يخلي المحادثة ويتحدث كانت الصحافة خليها هامش من المرور، في أحزاب كانت تنتقده بشدة. احنا كنا أنذاك نتحدث بأريحية وما فيه ما فيش إفعاج. إذن اليوم في فترة أو في عهد الرئيس تبون أنه النظام حس بخطر شديد، وهذا الخطر من جاء، هو الخطر جاء من الحراك نتاع فبراير 2019. النظام ما أصبحتش عنده أي ثقة في المستقبل، لأنه أي خطأ أو أي خروج للمواطنين أو للشعب للشارع معناتها هذا النظام هذا يسقط ويزول. السياسة اللي تبعها والتخطيط اللي وضعه أنه نرجع يا راح يرجع بنا أو يرجع بالجزائر إلى ما فترت حتى 5 أكتوبر أو أسوأ من الحزب من عهد الحزب الواحد. يعني هذه القضية يعني حسب فهمت من عندك القضية نسبية، يعني كل ما زاد القمع وزاد يعني التضييق والغلق السياسي والإعلامي الحقوقي النقابي، كلما كان ذلك مؤشر على ضعف وحجم ضعف منظومة الحكم، هل هذا ما قصدته يعني؟ سليم، هذا واضح. لماذا؟ لأنه السياسة القمعية والتوجه إلى التضييق على الحريات والممارسة السياسية وقمع المعارضين السياسيين والنخبة المؤثرة في المجتمع دليل قاطع على الخوف. لأنه لو كان جيو نقيمه السياسة نتاع الجزائر الجديدة والرئيس تبون منذ وصوله إلى سدة الحكم وسلسلة القرارات في تعديل القوانين العقابية والقوانين الجذرية سواء على المستوى العادي، نأخذ المثال تاع قانون المضاربة وقوانين مكافحة الجريمة الإلكترونية، إلى المستوى السياسي. والمثال تاع المادة 87 مكرر واضح. إذن النظام يعيش حالة خوف وهلع دائما، ما بقاش عنده ثقة، لأنه فيه في تقديري منافس آخر. وإن كان المعارضين والنخبة المؤثرة طبعا كأشخاص مع القوة المادية والقوة المؤسسية أنت النظام والدولة يشعروا بأنهم معزولين وفي حالة حصار مستمر ومنهكين، لكن فيه فاعل جديد وهي وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. جدا، لأنه هذا الفضاء فتح إطار للمعارضين السياسيين والنشطاء والنخبة أنها توصل الأفكار تاعها وتوصل الرؤية تاعها وتوجه الانتقادات تاعها وتأثر في تكوين الرأي العام. لأنه لماذا؟ نعم. وكان موش هذا الأمر الحقيقي، ما نتجاوش أنه كل مواطن بسيط أو مناضل في الحراك ينشر سطر أو عدة أسطر. نعم. في وسائل التواصل الاجتماعي يتم اعتقاله ويوضع له ملف ويلقى روحه يا إما بتهمة أو بعرض مناشير. نعم، أكمل معي هذه النقطة بالذات، يعني أنا أكمل معك هذا النقاش قبل أن أنتقل إلى محور آخر مهم قبل أن يسرقنا الوقت. يعني هناك من يحذر أنه استمرار هذا القمع لا يخدم نظام الحكم، وأعطوا شواهد تاريخية عن كثير من التجارب لأنظمة قمعية في العالم أنه انهارت بسبب هذا القمع. يعني ألا يعي من هم بيدهم الحكم في الجزائر أنه استمرار هذا القمع هو مولد لاحتقان ومولد لحالات انفلات ربما قد تهدد الأمة بأكملها؟ هل توافق هذا الطرح؟ طبعا سليم، أحسن نموذج هو الاتحاد السوفيتي. من هي الدولة اللي مغلق أكثر من الاتحاد السوفيتي؟ قوة نووية عظيمة وبالمقابل ديكتاتورية سياسية
من الدرجة الأولى. الاتحاد السوفيتي مع طول الوقت ومع طول الصراع مع المعسكر الغربي انهار من الداخل، وكذلك الأمر بالنسبة للدول ما يسمى بالديمقراطيات الشعبية التي كانت تسير في فلكه. النظام حاليا يحس بأنه في حالة ضعف ووهن شديد داخلي يحتاج إلى تجديد نفس، ما يقدرش حتى من حيث العنصر البشري أو التركيبة البشرية، ما فيش وجوه لتقدر تخرج إلى المواطن الجزائري والرأي العام وتقنعه كيف يعقل أنه النظام أو السلطة تطلب أو تقرر إجراء انتخابات رئاسية مسبقة في ظل ما كانش فيه اعتبارات أو مبررات مقنعة أو مقبولة. وحنا نرجع كالمسألة مهمة جدا، نرجو كان نرجعوا للدستور وهو القانون الأساسي. الحالات الاستثنائية الوحيدة اللي ممكن تتمدد فيها العهدة وما تكونش فيها الانتخابات الرئاسية هي الحالة الاستثنائية وهي حالة الحرب. احنا ما راناش في هذه الوضعية حتى الرئيس يتخذ مثل هذا القرار. اتخاذ مثل هذا القرار دليل على الخوف، وهو مؤشر على فقدان الشرعية تام. هنا الانتخابات ما تتحولش إلى مجرد إجراء إداري بسيط، ولات إجراء شكلي، ونقدر نقول حتى انتخابات في عهد الحزب الواحد، انتخابات الرئاسية هي أفضل من انتخابات سبتمبر المقبلة. طيب سيد كريم، طابو سنتي إلى المحور اللي هو محور سؤالنا، يعني كل هذا النقاش حتى نصل إلى دور النخبة. ما هي هذه النخبة؟ هل الخارطة السياسية الموجودة في الجزائر هي تمثل فعلا الشعب الجزائري؟ كثرة القمع، كثرة التضييق دليل على ضعف النظام، برغم من ذلك لا توجد نخبة تستغل هذا الضعف لكي تنظم نفسها، لكي تطرح البدائل على هذا النظام وعلى الشعب الجزائري، وبأنه هناك فرصة وربما فرصة أخيرة للذهاب إلى تغيير حقيقي هادئ، انتقال حقيقي هادئ إلى الدولة الديمقراطية من الدولة الشمولية. مع ذلك غير موجودة هذه. وناس سألوا على حتى ناس مازافرون، يعني ناس مازافرون كانوا مجموعة كبيرة، يعني أين هؤلاء؟ لو قسمنا هذا السؤال إلى شقين، شق ملاحظة في النظام والملاحظة في الذات. وقضية مازافرون أنا أظن بأن حدث ما حدث من حراك، فأصبحت قضية مازافرون واحد أو مازافرون اثنين أو الانتخابات أو الأحزاب هي يعني فصل فيها الشعب الجزائري جل الأحزاب السياسية بما فيها التي تدعي أنها معارضة، أصبحت اليوم لا وجود لها، هي أجسام بدون روح بدون حياة. أصبحت الأحزاب السياسية هي مجرد اعتمادات، ورق تعطى من وزارة الداخلية داخل طبات ناس يدعون أنهم أحزاب سياسية. وحقيقة الأمر سواء في الواقع أو في المواقع فلا وجود لهذا الناس. لو نظرنا شيئا لكن أنا خليك تكمل سيد كريم. في فترة مازافرون أنا لا أتحدث عن الأحزاب فقط، كانت هناك أحزاب سياسية، كانت هناك وجوه بارزة في المجتمع المدني، كانت هناك النقابات، كان هناك الكثير من المحامين، وكانت شخصيات وطنية، ما هيش حزبية، يعني ما نيش حاب نذكر الأسماء حتى لا أزكي، لكن كانت هناك شخصيات. يعني ما الذي جمع أولئك الناس في لحظة معينة وتحدثوا بخطاب الانتقال الديمقراطي وواجهوا السلطة في ذلك الوقت؟ يعني لأنه حسوا بأنه هناك خطر ما. ألا يوجد خطر ما الآن ليجمع كل هؤلاء، أم أنه ربما هناك شيء مختلف، أم شيء ربما قد لا نفهمه؟ ولكن أتى حدث المهم وفصل في شيئين، أي حتى في مازافرون هناك
شق مجموعة التي راحت من جهة النظام وشاركت النظام في الانتخابات في المعالجات التي اقترعها النظام، وهناك صحيح. أكيد نخب وشخصيات سياسية بقيت أمام الشعب، شاركت الشعب في الحراك وفي المطالبة في التغيير. إذن قضية المسافران انتهت بالحراك. أما قضية التناقضات قبل أن آتي إلى الملاحظة حول النخب أو النخبة، التناقض الأول في النظام هو أنه يريد إعطاء الانطباع أنه سبق في شيء، يعني قام بتقديم تاريخ، ولكن في حقيقة الأمر أراد بهذا التقديم أنه يؤجل معالجة الأزمة الحقيقية، حتى يعني أرجح وأتكهن أن العزلة الثانية يعني من الجانب الصحي، من الجانب السياسي، من كل الجوانب، لا أشك بأن عبد المجيد تبون ينهي عهدته الثانية يعني للمينيما تاع السياسة. ثم التناقض الثاني، وأنت تكلمت عليه فيما يخص القبضة الأمنية أو يعني العنف الممارس والممنهج ضد الأحزاب وضد النشطاء، في وقت وين النظام يريد أن يعطي الانطباع أنه يتحكم في كل شيء، في حقيقة الأمر يخاف من كل شيء، يخاف من الشباب، يخاف من النقاش، يخاف من الانترنت، يخاف من كل ما يجمع الشعب الجزائري في المطالبة بالحقوق. ثم التناقض الثالث هو أنه يعطي الانطباع أنه استرجع التحكم في العملية السياسية، ولكن في حقيقة الأمر حتى اليوم نحن في شهر مارس، في نهاية شهر مارس، فلو رأيت من بعيد ما يحدث في الجزائر فلا وجود للسياسة، لأن النظام أكبر حليف التغيير في الجزائر هو النظام بحد ذاته، لأن النظام هو المشكل، لأن النظام هو الذي يعطي يوميا الحجج حتى نواصل النظام من أجل قيام دولة القانون. عندما نرى الكيفية التي تدار الأمور يعني السياسية الاقتصادية، فيعطي كل الحجج للشعب يواصل النضال. أكيد أن ما يسمى بالنخبة، وأنا مصطلح النخبة والله يجب علينا مراجعته، لأن قد نقول هناك نخب، ولكن قضية النخبة مكتملة الأركان ومتحدة يعني قادرة على صنع الفرق، أظن بأن هناك نخب، هناك معارضات، هناك نخب متوسطة، ورأينا في الحراك ذلك الزخم، وخاصة صحيح. ذلك الذكاء الذي رأيناه من الرسام إلى الشاعر إلى السياسي إلى الإعلامي. فيعني عاشت الجزائر عامين وثلاث سنوات من ابتكار للفعل السياسي والعمل النضالي. أكيد أننا أنا شخصيا لسنا عندنا مسؤولية سياسية أمام التاريخ، أمام الشعب الجزائري، وللشعب الجزائري أيضا مسؤولية المواصلة بالمطالبة بالحقوق وبالعمل حتى يكون الوعي قادر على يعني أنت أنا كان عندي آخر يعني آخر سؤال كان حول الشعب، يعني هناك من يطرح مسؤولية الشعب يعني، وأنت بديت تجاوب عليه يعني، لكن مصمم أن يطرح هذا السؤال يعني، وهو السؤال الأخير في هذه الحلقة لأنه انتهى الوقت. تحدثنا عن مسؤولية النخبة وما الذي يجب أن تقوم به، وفهمت منك أنه النضال واستمرار النضال فقط وليس الدخول في لعب جاهزة للمنظومة. هناك من يطرح مسؤولية الشعب، كيف للشعب أن يكون مسؤولا في هذه الحالة؟ وهل الشعب وحدة واحدة ممكن أن نتحدث معه أو نتحدث عنه؟ هناك يعني خلط في بعض المفاهيم، يعني الغضب لا يعني في كل الأوقات الوعي. هناك يعني على النخب السياسية أن تقوم باجتهاد حتى يعمم الوعي السياسي، حتى تطرح الأفكار
التي تستطيع النخب أنها تبين بأنها حاملة للتغيير السياسي السلس الهادئ، لأن النظام والصدفة أرادت أن في سوريا يتحجج بشار الأسد بسوريا الجديدة، في مصر السيسي يتكلم عن الجمهورية الثانية، في السودان البرهان يتكلم على السودان الجديدة، وفي الجزائر تبون يتكلم على الجزائر الجديدة، كأنه شعار الدكتاتورية في كل هذه الأنظمة، لأن عاشت شيئا وهو حراك في مصر، حراك في السودان، حراك في الجزائر الذي زلزل هذه المنظومة وجعلت بهذه الأنظمة تذهب إلى حاضنها الحقيقي وهي المؤسسة الأمنية. اليوم الدكتاتورية وهذه الأنظمة تتكي على المؤسسة الأمنية ضد إرادة الشعوب. إذن الشعب يتحتم عليه أن يقبل بهذه التضحية وبهذا العمل من أجل مواصلة المطالبة بالحقوق والعمل لاسترجاع حريته ومصيره وقراره السيد. نعم. ضد الذين يعتبرون ويعتقدون أنفسهم وصية على هذه الشعوب. شكرا لك جزيل الشكر الأستاذ كريم طابو الناشط السياسي، كنت ضيفي عبر هاتف من الجزائر. وأختم معك أستاذ عبد البول بنفس السؤال حول يعني بعد التشريح وضعية هذا النظام ومحاولة تفسير ما الذي يحدث، يعني ما هي مسؤولية النخبة ومسؤولية الشعب في الاستمرار بفكرة الحراك يعني وفكرة نضالات الكثير من الجزائريين والجزائريات منذ تقريبا الاستقلال وخاصة منذ الانقلاب في 92 استمرار، لأن هناك تراكم لا يمكن أن ننسى تلك النضالات من أجل التغيير وبناء دولة نوفمبر، يعني دولة الحريات ودولة الحق والقانون ودولة الشرعية الشعبية. ما هي مسؤولية الشعب في استمرار هذه الفكرة ومسؤولية النخبة في استمرار هذه الفكرة؟ أولا إذا كان باش نجسدوا الأمل والهدف الاستراتيجي اللي جاء في أول نوفمبر، ولهذا يبقى الجزائريين لا يختلفون فيه مهما تغيرت أو تبدلت الأجيال، وهو بناء الدولة الديمقراطية الاجتماعية دولة الحريات. هنا المسؤولية بالدرجة الأولى تحملها النخب، لأنه هذا الكلام هذا يديروا عليه إصرار حول ثورة التحرير الوطنية. ثورة نوفمبر ما جاتش بين عشية وضحاها، كانت نتيجة تراكم النضالات السياسية لعشرات السنين وقرار تفجير الثورة. ما تاخذوش أنا ذاك الشعب الجزائري أو في اجتماع عام كاين نخبة تحملت المسؤولية واتخذت القرار التاريخي باش يتغير الوضع وهو طرد الاستعمار. إذا هنا باش نقولوا بأنه مسؤولية النخبة محورية، لأنها هي اللي تقدم في الصفوف، هي اللي تنشر الوعي، هي اللي تبين المفاسد، وهي اللي تبين الأخطاء، ولأن الوضع لازم يتبدل ولازم تنشر خطاب لإقناع الشعب. وبالمقابل أنه أيضا أن الشعب مثل يكون عنده شرائع أنه تكون عنده أولا اهتمام بالشأن العام، هذا أمر بالغ الأهمية أنه يهتم بالشأن العام، أنه المواطن يكون عنده أيضا الرغبة في التغيير، الرغبة في أن الحالة تاعو تتبدل، ما يكونش مواطن اللي يفكر غير يروح يقضي يجيب يلبي حاجاته اليومية، أو يروح أنه في الصيف يتجول، أو يولي يهتم الاهتمامات غير بالأسرة نتاعه، أنه يكون مواطن يعرف روحه باللي راهو عايش في مجتمع وباللي لازم عنده مسؤولية نتاع مسؤولية راهو في دولة. المواطن أيضا ما يقتصرش فهمه أنه واجباتنا نحو الدولة هو أننا فقط لما نروح نؤديه الخدمة الوطنية أو أننا. إذن هذا الأمر هذا احنا رانا في مجتمع جزائري، ما راناش قرنا روحنا بالمجتمعات الأوروبية أو المجتمعات الأمريكية، لأنه الأمر تطلب سنين وعشرات السنين باش يوصل المرتبة هذه. أيضا التغيير ممكن ما يحدث في وقتنا، ممكن يحدث في وقتنا، ولكن عملية النضال مستمر
عملية نضال تستند أولا إلى القناعات بالأفكار والمبادئ والاستعداد للتضحيات، وهذا أمر مهم جدا جدا. إذا في تقديري النخبة هي اللي يقع عليها الالتزام أو المسؤولية الرئيسية في التغيير. الشعب لما يشوف أن النخبة هذه نخبة صادقة، نخبة واعية، ونخبة تعمل لمصلحة الوطن، مهما يكونوا العراقيل، مهما يكون الصعوبات، راح يجي الوقت وراح يتبعها. وهكذا يعلمنا شفنا تاريخ الشعوب كيف غيرت الأوضاع نتاعها من دول أو شعوب كانت متخلفة، كانت ترزق تحت أنظمة ديكتاتورية، إلى شعوب واعية، إلى شعوب ولا تدافع على إرادتها، تدافع على في تعيين الحكام، وهي لما الحكام تاعها ينحرفوا تخرج للشارع وتعزلهم بالطرق المعروفة. شكرا لك جزيل الشكر الأستاذ عبد الله هبول، المحامي الناشط السياسي وأيضا القاضي السابق، كنت ضيفي عبر هاتف ميناء الجزائر. مشاهدينا الأعزاء، شكرا لضيفي مرة أخرى، وشكر موصول إليكم على حسن المتابعة. ألقاكم إن شاء الله غدا في حلقة جديدة من برنامج في العمق. إلى ذلك الحين أستودعكم الله وإلى اللقاء.